احنا معانا برضو واحد من حبايبك قوي قوي وعشرة العمر، وبالرغم من انه في معسكر مغلق دلوقتي، بس طبعا لما عرف انك موجود قال لا لازم هو يكلمك. هو عرفته. طب قول له. قول ايمن يا حبيبي. صح. الو ازيك يا لوكا؟ حد مغششك قبل ما تدخل؟ ازيك؟ انا حافظه. عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا زتوت؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. بما طبعا على كابتن هاني. ايمن ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ انتوا اصحاب وشبه بعض على فكره، يعني كمان بيقولوا ان احنا فينا شبه من بعض. اه فعلا، يعني اصحابه وانتوا الاثنين شول كمان، وما شاء الله انتوا الاثنين لعيبه كبيره. يا كابتن انا بشبه وحشه في حقي بصراحه. صاير احلى كتير. بيخبط ايمن، بيخبط فيك. ايمن ازيك يا حبيبي؟ منور. بنور يا كابتن، ربنا يكرمك. اخبارك ايه؟ منور البيت الكبير يا كابتن هاني. انتوا في الناشئين كمان كنتوا شبه بعض قوي يا كابتن ايمن. لا اه يعني شايف الصوره دي، يعني هو اصغر لؤي اصغر مني بسنه، بس هو احنا كنا جيل واحد، يعني هم الاثنين التانيين كانوا معاهم سعيد، فاحنا كنا بنلعب في جيل واحد. كان هو بيلعب مساك جنبي وانا كنت بلعب باك ليفت، فكنا فرقه واحده وكنا صحاب من زمان وزمايل، والفجاه الحمد لله بتاعتنا دمت لغايه لما هو حتى كنت انا في سموحه، وبعد كده رجعت الاهلي وهو راح الجونه وانا في الاهلي، فالحمد لله الصحوبيه بتاعتنا من الناس يعني قليلين قوي من الكوره اللي بعتبرهم صحابي، يعني هو لؤي قريب منك. اه جدا. ولسه بتكلم معاه. بيقول لي يعني ذكريات طبعا قطاع الناشئين وكواليسها وحوادثها بتكون دايما بتفتكرها يا ايمن، وتبقى في دماغ اللعيب مهما وصل، يعني مهما كبر. احكي لنا برضو، انا عارف ان برضو لؤي شقي شويه يعني، بس احكي لنا بعض الكواليس. وانتوا كمان كنتوا لسه صغيرين، كان معاكم تقريبا كمان النني، وكان مين من مجموعاتكم كمان؟ كان عمرو جمال تقريبا. كان عمرو جمال وحسين السيد. حسين السيد مجموعة. كان في تاحه والعش، وكان في عبد الله عبد العظيم. عبد الله العظيم طبعا. يعني مجموعه منتخب الشباب ومنتخب الاولمبيا. اتفضل ايمن. لا يعني هو كابتن يعني كان في ذكريات جميله صراحه في ايام الناشئين، هي ايام كلها شقه بس ايام حلوه كلنا بنفتكرها، يعني لما بنتجمع انا وزمايلنا اللي هم كانوا في ايام الناشئين كنا يعني بنتكلم في الذكريات الحلوه ديت، وبنفضل نضحك على مواقف كثيره مضحكه حصلت في ايام الناشئين، حاجات جوه الملعب، حاجات حصلت بره الملعب، ففي حاجات طبعا ذكريات حلوه كتير ايام الناشئين يعني. احكي لنا بقى كده حاجه من الذكريات اللطيفه دي، عمال تقول ذكريات حلوه ذكريات حلوه، قول لنا حاجه من الحلاوه دي. هو عمال بقى بيضحك، عشان كده انا سالتك السؤال ده. لو تجيب رياكشناته. حصل موقف طريف جدا. عندنا تقريبا 18 سنه كنت انا ولؤي، فانا كنت بايت عند لؤي، فكان عندنا ثاني يوم ماتش، كان عندنا ماتش مهم يعني وكده، احنا كنا حاسمين الدوري بس هو كان ماتش مهم، لكن اهلي وانبي وكده ايام الناشئين، احنا كان عندها 18 سنه، ف كنا سهرانين يعني في البيت وكده قاعدين مش جايلين نوم، يا ابني نام، وانا هو يقول لي يا ابني نام، لحد لما سهرانين لغايه الساعه 7 الصبح، والماتش كان الساعه 2، فاحنا الغداء بتاعنا الساعه 10 الصبح، فاحنا ما نمناش، يعني احنا تقريبا نمنا مطبقين. مطبقين. ماتش مطبقين. قاعدين بنضحك بس. بنحاول ننام في استراحه الناشئين شويه قبل الماتش، مش عارفين ننام برضه. فنزلنا الماتش طبعا، انا ولؤي لعبنا اوحش ماتش في التاريخ. طبيعي يعني. هو يبص غلط يبص لي انا لا، وبعدين انتوا جنب بعض كمان، يا ما حدش بيشيل حد. ايوه يعني دي كانت المشكله، ان ما حدش عارف ينقذ الثاني. يعني انت على الشمال سيد يعني، وهو باك شمال بالظبط، يعني انا عارف انقذه ولا هو عارف ينقذني، من غرق بعض. هو يبص غلط يضحكني، انا مش مصدق ان احنا وحشين قوي كده، احنا نجري مش عايزين نعمل حاجه. من بعدها طبعا قلت له احنا لازم نبعد عن بعض، ما نعرفش بعض التاني. صح، ده اسلم حل. وبعدين خد بالك انت عندك بكره خلاص بتستعد لمعسكر بكره باذن الله، ما تعملش. طبعا. قول لي منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله في الماتشين المهمين الجايين دول باذن الله. كلمني عن استعداداتك بقى، بتعمل ايه قبلها بيوم يا ايمن؟ قبل الماتش بيوم؟ لا قبل المعسكر، قبل ما تدخل المعسكر. يوم لازم اخرج مراتي واولادي. لان بيبقى عندي معسكر طويل شويه، فلازم انهي قبل فتره المعسكر دي، لازم انهيها مع مراتي واولادي، نخرج نتغدى بره، الاولاد مثلا لو عايزين نوديهم مكان يلعبوا شويه،
لكن طبعا ايام حنين قوي طبعا الواحد يعني تتريق. بص يا سامع بيقول ايه وانت بتتكلم؟ بلاش يا لوكا. بيقول لك حنين. بقول لك انت حنين دي حاجه حلوه، ميزه ميزه دي صح، حاجه حلوه دي ميزه. انا بقول كده برضه اني مش باين عليا. لا ايوه طبعا ليه حق عليا يعني اكيد. وبعدين بقى بتخرجهم، وبعد يعني خلاص انت بتبقى عارف ان انت هتقعد فتره طويله في المعسكر ده، فبتبقى حاسس ان انت هتسيب فراغ يعني. يعني بخرجهم شويه وكده عشان ابقى رايح المعسكر وانا حتى مستريح نفسيا، يعني ان هم انا خرجتهم شويه وكده وخليتهم مبسوطين طبيعي. و أيمن طبعا يعني كمان أنت متألق ما شاء الله مع النادي الأهلي في الفترات الأخيرة، إذا كنت حتى كمركز سردباك أو باك شمال، فدخولك إن شاء الله معسكر بكرة منتخب ومباراتين بتاع توجو وذهابا وإيابا، شايفها إزاي؟ وكمان شايف ده هيبقى استعداد إن شاء الله جيد جدا ليه طبعا المباراة النهائية يوم 27، المباراة اللي كلنا مستنيينها وكأس أفريقيا. طبعا كابتن هاني، طبعا لو حضرتك قلت كده بكره هنبدا معسكر، يعني ماتشين مهمين جدا في البطوله، يعني التصفيات طبعا المؤهله للبطوله، ماتشين مهمين جدا لازم ان شاء الله كل اللعيبه اللي موجوده لازم تفكيرها يكون مصاب ان احنا نحقق الصابونت اللي جايين دول لان مهمين جدا. فاتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا انا وزمايلي في منتخب مصر احنا نعمل حاجه كويسه. طبعا بعد كده بقى ماتش النهائي افريقيا طبعا هيجي بعد كده، لكن احنا طبعا انا عن نفسي بحب اركز ماتش بماتش، يعني انا عندي ماتش اللي جاي منتخب مصر لازم اركز فيه جدا، الماتش اللي بعد منتخب مصر لازم اركز فيهم جدا، بعد كده ان شاء الله لما ارجع النادي نقدر نركز ان شاء الله ببطوله افريقيا ونحقق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن. عايز تقول له حاجه لوين؟ شكلك عايز تقول له حاجه. انا لا، ايمن اخويا يعني من احنا عندنا 8 سنين، يعني دلوقتي نعرف بعض بقى لنا حوالي 20 سنه، فعلاقه الحمد لله يعني مكمله ان شاء الله. لا ذكرياتنا مع بعض مش طبيعيه، يعني في مواقف كتير تتحكي وما تتحكيش في حاجه. كل ضحكك كل ضحكه عباره عن ما يتحكيش. بالظبط كده، دي حقيقه. دي حقيقه. بس ايمن من الشخصيات النظيفه جدا واللي بيحب الخير لاصحابه في الكوره عامه وبره الكوره، يعني دايما نقعد نكلم بعض ننصح بعض، سواء هو مثلا اللي عمل ماتش كويس عمل ماتش وحش بنقعد نكلم بعض، والعكس صحيح برده، نقعد ننصح بعض ونعلي من بعض، ولو واحد وحش نقول له انت وحش عشان نفوق بعض. مش هيبقى صديق صح لو انا شايف ان هو وحش اقول لا انت كويس وكده. يعني مره شفت ايمن قال يعني في ماتشات قلت له فعلا كلمت قلت له ايمن النهارده انت ما عجبتنيش او انت ايه. عادي جدا. قال لك ايه ايمن؟ قال لك ايه العك اللي عمله؟ كتير يقول لي يا ابني انت لا انت في سده واحده النهارده لازم تعمله كده بتاع. انا برضه كنت بكلمه بقول له انت لازم تعمل كده ولازم تعمل كده. فاحنا بننصح بعض في الحاجات الكويسه وانا بتقبل منه وهو بيتقبل مني، يعني ده كويس. بالظبط يعني بالظبط. فهو اكيد مش هيقول لي حاجه يعني تضرني، وانا باخد الكلام بتاعه وبحاول انفذه، يعني هو برده نفس عشان كده بقى كويس. الحمد لله عشان كده بقى كويس دلوقتي. عشان كده بقيت كويس. ها ربنا يكرمك يا حبيبي كده، وانت من الشخصيات الجميله اللي انا بحبها، وان شاء الله الفتره الجايه تحاول تمثيل في المكان اللي انت تختاره، او لو كملت ربنا يكرمك حبيبي ايمن. ربنا يكرمك انت حبيبش. كمان يا ايمن وكل زمايلك ان شاء الله يا رب باذن الله. كل التوفيق ليك يا كابتن ايمن. شكرا يا ايمن وبالتوفيق.